بعد إيقاف كيروش ومساعده، من يقود منتخب مصر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا؟ مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في فيديو جديد. قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إيقاف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مباراتين وتغريمه 10,000 دولار بعد طرده أمس في مباراة الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا. كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالإيقاف في حال الاعتراض مجددا على الحكام. كما تم إيقاف روجر دوسا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب في قبل النهائي، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة. وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن المواقف الصعبة لا تزال مقترنة بمسيرة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا رغم التفوق الواضح لفريقنا، إلى أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب كارلوس كيروش ومساعده روجر دوسا وحرمانهما بذلك من قيادة الفريق في المباراة النهائية في هذه البطولة الكبيرة. وقال علام بأننا تظلمنا من قرارات حكم مباراة الأمس، والذي جاء أداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك. ويقود ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر الفراعنة من خارج الخطوط في المباراة المقبلة أمام السنغال في نهائي بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا الجديد.